وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينتشر في هذه الأيام مجموعة من الصور حقيقة فيها من السخرية بحرارة الجو، كما نرى يقول لك مثلا الجو اليوم برعاية أبو لهب، الآخر يقول لك يعني مين يدي تحاميل لهذا الجو لعله أنه ينزل، ثم بعد ذلك يقول لك الجو اللي الشمس هتنزل تكون تصيف معنا إلى غير ذلك. نقول كل هذا يا إخواني لا يجوز، وكل هذا من الكلمات التي تجر الحتوف، وكم من حروف جرت حتوفا وأخرى دعت إلى خير منيف. وأما بالنسبة للأشياء هذه كلها من الليل والنهار والشمس والحرارة فهي كلها بيد ربنا تبارك وتعالى. يقول ربنا عز وجل وهو يوضح لنا مثل هذه الأشياء الجميلة الجليلة في سورة النور: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هذه بعض الآيات التي تكلم عن قدرة ربنا تبارك وتعالى وتوضح خلق الله عز وجل وقدرته وتوضح قدرته تبارك وتعالى. أما بالنسبة للشمس فالله عز وجل قال فيها: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. الله عز وجل جعل هذه من رحمة ربنا عز وجل، والله لطيف بعباده. وقال أيضا عن الشمس ربنا تبارك وتعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال ربنا عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. قال ربنا عز وجل في منته من هذه الشمس على أهل الكهف: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. إذن هذه الشمس من آيات ربنا تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى ذكر في الشمس آيات عظيمة تزيد على أكثر من 20 آية، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل. إذن ما الواجب إذا كان الجو حارا؟ قال ربنا عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل وضح كل شيء في هذا القرآن وفي هذا الكتاب المبارك. بل قال ربنا عز وجل لكي يوضح منته على عباده:
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ونقول لهذا الذي يرسل هذه الصور لو دنت منك الشمس قامت القيامة، الشمس تد من الخلق قد رميل يا أخي المبارك، فكيف تستهزئ؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإنسان يخاف من هذا أبدا. إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فلنتبه لمثل هذا يا أخوان. ولذلك لما يكون الجو حار ماذا نقول؟ نقول كما جاء عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال إن الله أذن النار، قالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها في نفسين، هو أشد ما تجدون من الحار وأشد ما تجدون من إيش؟ من الزمهرير. أشد ما تجدون من الحار وأشد ما تجدون من الزمهرير. وكما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد اللهم أعذ من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذ مني يا رب العالمين. إذن علينا أن نتبع ما ورد في الكتاب والسنة ونبتعد عن مثل هذه الأشياء. وكما قال ابن مسعود وعن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بان تغبي في النار 70 خريفا. نسأل الله العافية والسلامة والنجاة، وصلى الله عليه وسلم وهذه الصور لا تجوز.